بنات السلام عليكم، كيف توما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ مرحبا بكم في قناة هند شانيل. اليوم ان شاء الله نحضر معكم بسبوسة بطريقة اكثر من رائعة، كتجي لذيذة بزاف، كتعجب الكبير والصغير، وبطريقة بسيطة ومقادير متواجدة في كل بيت. بقاو معايا باش نشوفوا الطريقة والمقادير ونبداو دابا على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندنا جوج بيضات مكمولين، عندنا واحد دانون مسوس، كناخدو نفس العلبة ديال دانون مسوس كنعمروها بالسكر بالزيت والنص ديالها ديال الحليب. عندي هنايا مغروفة كبيرة ديال طحين وواحد خمارة. وبالنسبة للسميدة كنعملو جوج علب ديال دانون. عندي هنايا قشرة ديال التشين وعندي هنايا شويش د الملح. ودابا غنبداو على بركة الله. أول حاجة غنعملوها هي نحطو البيضات، بحال اللي قلت لكم عندي جوج هنا جوج بيضات، نزيدو عليها السكر، نخلطو شوية، ما نساوش نحطو قبصة ديال الملح، نخلطوهم مع بعضياتهم، نزيدو عليهم الزيت الحليب ودانون. نخلطو هادشي مزيان، من بعد نزيدو عليه قشرة ديال التشي. دابا نزيدو قشرة ديال الحامضة ونخلطوها مزيان. الحاجة اللي كتميز بسبوسة هي انها سهلة بزاف، يعني الا جا عندك شي واحد على غفلة تخلي غير في الصالة، تدخل للكوزينة خلط هادشي مع بعضيات، حيت ما فيهاش المقادير بزاف، يعني هادشي كامل في الدار في اي دار مغربية ولا ماشي مغربية عتجبرا عندهم. صافي كتشبر، كتدخل للكوزينة كتخلط هادشي مع بعضياتهم، خشيها فران ودخل وكمل الجلسة ديالك. ما كتاخدش بزاف ديال الوقت باش طيب، يعني من هنا ما شاء الله تقولوا لاباس بخير كيف نتوما، صافي كتكون طابت. دابا عندنا نحط واحد الخميره، نعملو مغروفه ديال الطحين ونزيدو عليها سميده، نخلطو هادشي مزيان. نحطوها على جنب، نجيبو المول ديالنا. انا هنا استخدمت المول ديال الدجاج، الا ما كانش عندكم تقدروا تخدموا المول ديال الكيك. بالنسبه لي كنخدم المول ديال الدجاج باش ما كتلصقش، بينما المول ديال الكيكه بعض المرات كتلصق لي، فهذه كنفضل ان نخدموا المول ديال الدجاج. دهنت هذا المول بالزبده ورشيت عليه شويه ديال السميده رقيقه. دابا غنكب الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا، بالنسبه للسيروم غنخدمو كاس ديال التشين، نص كاس ديال الماء، وكاين اللي كيعمل معاه حتى السكر. انا بالنسبه لي هاد التشين شريته حلو بزاف فما عزيتش عليه السكر. الا التشين ديالكم كان حامض كتزيدو عليه نص كاس ديال السكر. دابا غنخليه يغلي على بوطه مزيان ونخليه يبرد. وقبل ما ننسى، بالنسبه للبسبوسه ملي طيب كتكون ديجا هي سخونه، فديك الساعة ما كنكبوش عليها نيشان السيرو الا كان سخون، حتى يبرد مزيان السيرو عادي كتكبو على بسبوسة. الا مشيتي كبيتي سيرو سخون على بسبوسة سخونة فالبسبوسة ما كتشربش مرة وكتجي ناشفة، فباش تجيكم رطيبة من الداخل وفتية خصك طيب البسبوسة تكون ديجا هي باقي سخونة بزاف، وكتاخد السيرو كتكبو عليه ولكن خصو يكون بارد. هاللي كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي. دخلت البسبوسه ديالنا الفرن لدرجه حراره ديال 180 درجه، وبالنسبه للمده فانا فخليتها 25 دقيقه،
من 25 حتى 30 دقيقه. كما كتشوفوا معايا انا نقطع لكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش جات. كتجي هشه بزاف وشربه سيرو بزاف. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا.